السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كتير أما نقرب من بق الطفل نلاقي ريحة بقه مش كويسة. تعالوا مع بعض نتعرف على أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال من خلال حلقة جديدة من برنامج أطفال الكريهة. أو الطفل اللي نفسه مش كويس، دي مشكلة كبيرة بتقابل معظم الآباء والأمهات، وأسبابها أسباب متنوعة وكتيرة جدا. أولها طبعا عدم الاهتمام بالنظافة بتاعة الأسنان. الطفل من الأول لازم نبدأ نعلمه وندربه إزاي ينظف أسنانه بطريقة منتظمة الصبح وبالليل. مشكلة تسوس الأسنان من المشكلات الخطيرة اللي بتصيب الأطفال أولا في العمر الصغير بسبب تناول السكريات والحاجات والمياه الغازية بكميات كبيرة. وجود الحشو اللي موجود في الأسنان برضو من الحاجات العوامل اللي بتؤدي لريحة مش كويسة في فم الطفل. كمان عندنا أي التهاب موجود في اللثة أو أي التهاب موجود في اللوز أو الحلق من الحاجات المسؤولة عن ريحة اللي مش كويسة. في سبب مهم طبعا هو مشكلة بتاعت عسر الهضم أو أمراض الجهاز الهضم عموما، وكمان أمراض الكبد. بعض المراهقين يبدأوا يشربوا سجاير، ودي طبعا بتخلي النفس الطفل النفس بتاع المراهق مبقاش كويس. في بعض الأطفال الصغيرين ممكن يحط حاجة زي منديل أو فول أو أي بذور بتاع أي حاجة في الأنف بتاعته، ودي ممكن تساب وتفضل فترة كبيرة محدش ياخد باله منها، وبالتالي بتسبب ريحة مش كويسة خالص بتبقى موجودة في الأنف والفم. تعالوا مع بعض نتعرف إزاي نحل المشكلة دي. أولا لازم نهتم كويس جدا بنظافة الأسنان بتاعة الطفل، وخصوصا في السن الصغير. الطفل طبعا أول ما بيتعود إن هو بيتعود على حاجة يبدأ دايما مستمر عليها. أول الطفل ما بيسنن ممكن نستعمل قطعة قماش أو قطعة شاش بنرفعها على أصبعنا، وبعدين نبدأ ننظف أسنان الطفل مرتين الصبح وبالليل. ممكن نستعمل بعض المعجون الصغير على قطعة القماش أو الشاش وننظف السنان كويس بيها، دي برضو وسيلة من الطرق. نبدأ نستعمل الفرشة من غير معجون، وبعدين بعد كده نستعمل معجون بكميات قليلة عشان ما تأثرش على الأسنان بتاعة الطفل. لازم أتأكد أن الطفل ما فيش عنده مشكلة في الأنف، يعني مش حاطط أي حاجة منديل ولا لب ولا فول في الأنف بتاعه، وده اللي ممكن يكون هو السبب. لو عنده التهاب فزوره بيتعالج، لو عنده التهاب في اللثة لازم أعالجه كويس. بدرب الطفل ان هو يستعمل الفرشة والمعجون زي الناس العاديين ابتداء من 3 سنين، وبكميات طبعا لازم تكون كميات قليلة. كتر شرب الحاجات المسكرة واستعمال المياه الغازية بصورة كبيرة دي بتؤدي الى تسوس في الأسنان ومشاكل كتيرة في الأسنان. أنا بنصح بتقليل كل الحاجات ده هي عشان نحافظ على أسنان أطفالنا.